السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم المحاضرة الرابعة من أساسيات الهندسة الكهربائية، ومع قانون جديد اللي يعتبر من القوانين المهمة والأساسية في علم الكهرباء، اللي هو قانون كيرشوف. قانون كيرشوف، نحن شوف شنو قانون كيرشوف. العالم كيرشوف اكتشف قانونين مهمات. القانون الأول ما يسمى بقانون كيرشوف كارنت لو، اللي هو يرمزوا له بالكي سي ال، أي كيرشوف كارنت لو. شنو أساس هذا القانون؟ أساس هذا القانون يقول المجموع الجبري للتيارات عند النود أو البوينت جاكشن، اللي بيناهن بالمحاضرات الأولية، انه مجموعا عند هاي النقطة صفر. اي بمصطلح اخر، انه مجموع التيارات الداخلة الى النود او الجكشن بوينت يساوي التيارات الخارجة. شنو يعني؟ شلون نعرف انه هذا النود التيار داخل بي، وشلون نعرف انه التيار خارج من هاي النقطة الجكشن بوينت اللي هي هنا رمزها او؟ نشوف انه اتجاه التيار متجه السهم على النود، وايضا التيار الثاني ايضا متجه على النود. اذا ذولا هم مجموعة التيارات الداخلة، اذا التيار الاول زائد التيار الثاني يساوي هذا التيار خارج من النقطة، وهذا التيار هو ايضا خارج من النقطة، اذا يساوي مجموع التيارات الخارجة، اي ان تيار 1 زائد تيار 2 يساوي تيار 3 زائد تيار 4. هنا يقول مثلا لو افترضنا انه التيار الاول كان قيمته 2 امبير، والتيار الثاني كان قيمته 4 امبير، اوكي، والتيار الثالث قيمته 1 امبير، ايش قد التيار الرابع؟ احنا استنادا الى القانون اللي ذكرناه، مجموع التيارات الداخلة يساوي التيارات الخارجة، فلو نجي نجمع الاول مع التيار الاول مع الثاني، 2 زائد 4 6 امبير، بالثالث التيار الثالث طلع 1 امبير، اذا ايش قد المتبقي؟ 5 امبير، اذا التيار الرابع هو 5 امبير، اوكي. اذا القانون الاول مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة، اي بتعبير اخر انه مجموع الجبري يعني الجبري نقصد به قيمة واتجاه للتيار عند النقطة الالتقاء شيكون صفر. إذن هذا هو القانون، احنا لخصناه بكلامنا، اوكي. بالنسبة للإشارة، هسه احنا راح نتعلم بالنسبة للإشارة. احنا اذا قلنا مجموع التيارات عند النقطة O فيساوي صفر، بمعنى انه راح ناخذ الاتجاه اللي متجه على النقطة النود نعطيها الاتجاه الموجب، واللي مبتعدة عن النود عن النقطة O نعطيها الإشارة السالبة. فنشوف التيار الأول والثاني اعطيناهم الإشارة الموجبة، بينما التيار الثالث والرابع أخذوا الإشارة السالبة، بمعنى أنه إذا نقلناه للجهة الأخرى راح يصير مجموع التيارات الداخلة يساوي التيارات الخارجة من هاي النقطة. إذن هي هاي ملاحظة مهمة جدا راح نعتمد عليها بشكل كبير جدا بطرق التحليل المتقدمة. أيضا قانون آخر لكيرشوف اللي هو الكيرشوف فولتج لو، وطبعا يرمز له بالكي في ال، يعتمد أساسا على الكلوز باث، أي الدائرة المغلقة أو اللوب المغلق، اللي أيضا شرحناه ضمن الأساسيات سابقا بالمحاضرات السابقة. لكن القانون يقول المجموع الجبري للفولتية داخل الكلوزد لوب أو الكلوزد باث راح يساوي صفر، أوكي. إذن أصبح قوانين كيرشوف قوانين واضحة. القانون الأول هو قانون للتيار اللي يقول مجموع التيارات عند النقطة O، المجموع الجبري للتيارات عند النقطة O يساوي لنا
صفر او عند النود مجموع الفولتيات، المجموع الجبري للفولتيات بالكلوز باث يساوي لنا صفر. هنا راح نجي ناخذ بعض الاساسيات. الاشاره اللي نعطيها للمقاومه اعتمادا على تطبيق قوانين الكيرشو فولتج لو. نلاحظ بالنسبه للمقاومه التيار يدخل من الاشاره الموجبه ويخرج من الاشاره السالبه. بمعنى اذا كان التيار يسري بهذا الاتجاه، اذا الاشاره اللي نعطيها عند الدخول موجب وعند الخروج سالب. اذا كان التيار يسري بهذا الاتجاه فراح يكون الدخول مالته موجب والخروج مالته سالب. هذا هو الكلام كله يدل على هاي المساله، انه احنا هذا طبعا هاي الاشاره مهمه. اكو مسألة اخرى، احنا قلنا الدخول للمقاومة موجب والخروج منه سالب. التيار ياخذ اشارة الخروج، اوكي؟ دائما هسه نشوف بالامثلة ناخذ اشارة خروج التيار، اوكي؟ وهسه راح نبين عليها بالمثال الاول. اذا هاي ذكرنا، راح نجي هنا نشوف تطبيق قانون الكيرشو فولتج لو بالكلوزد باث. نشوف هاي الدائرة اللي امامنا. هاي الدائرة عبارة عن مصدرين ومقاومات، دائرة بسيطة جدا. طبعا هو هنا باعتبار انه ماخذ جزء من دائرة، فبيها تيارات خارجة تيارات داخل هذا الجزء. هنا هذا هو الكلوزد باث اللي هو شي شكل من النود A B C D ويرجع الى اي. هذا هو closed path، دائرة مغلقة. زين، اولا احنا راح نجي نفرض اتجاه للتيار. طبعا احنا من نفرض اتجاه التيار نفرضه على اساس ممكن ناخذ باي اتجاه، لكن نفرضه بالاتجاه المتوقع لسريان التيار. اي احنا دائما نعرف انه البطارية التيار ينساب من السالب الى الموجب ويستمر بالسريان. فاحنا بهاي الحالة راح نفرض اتجاه التيار يكون بهالشكل. اذا اتجاه التيار راح يكون نفس ما موجود هنا، اتجاهه الى الاسفل يمر بهالشكل. تمام، رمزنا له بالمنطقة الاولى بالتيار الاول اللي يمر بالمقاومة الاولى. اللي يمر بالمقاومة الثانية سميناه بالتيار الثاني. اللي يمر بالمقاومة الثالثة سميناه بالتيار الثالث، واللي يمر بالمقاومة الرابعة سميناه التيار الرابع. الغرض من عدة احنا نريد نعرف شلون راح نطبق قانون الفولتج كيرشوف فولتج لو. اذا احنا قلنا احنا هسه ايش فرضنا؟ فرضنا اتجاه التيار. استنادا على اتجاه التيار راح نفرض الاشارات. نشوف هسه بالمقاومة الأولى دخل التيار من هالاتجاه وخرج من هالاتجاه، إذا هذا الاتجاه موجب وهذا الاتجاه سالب. نشوف هنا هذا الاتجاه موجب وهذا سالب. بالنسبة للمقاومة الثانية التيار دخل منها، إذا هذا موجب وهذا سالب. التيار الثالث دخل منها، إذا هذا موجب وهذا سالب، وهكذا. الرابعة نفس الطريقة. إذا استنادا على اتجاه التيار اللي احنا فرضناه قدرنا نطلع إشارات المقاومات. اذا هسه بهاي الحاله راح نقدر نحصل على شنو؟ قانون كيرشوف للفولتيه. قانون كيرشوف للفولتيه شو يقول؟ المجموع الفولتيات بالكلوزد باث يساوي لنا صفر. يعني لو نجي نبدا من المقاومه الاولى شو نقول؟ التيار الاول في المقاومه الاولى راح تعطيه فولتيه، اذا احنا نريد هاي الفولتيه. شنو الاشاره مالت هاي الفولتيه؟ ننتبه على التيار، التيار مو خارج منا بهالاتجاه، ياخذ اتجاه الخرج، ياخذ اشارة المقاومة عند الخروج اللي هي سالب. اذا هسه التيار اجى بهالشكل، اذا سالب التيار الاول في المقاومة الاولى. هذا هو الفولتية الاولى. نجي هنا التيار من راح يمر من السالب للموجب، يعني الخرج مات التيار موجب، فياخذ هاي الفولتية زائد اي 1. يستمر التيار بالانسياب، يدخل بالمقاومة رقم 2، ايضا يخرج بالاتجاه السالب، ياخذ الاشارة السالبة لانه يعتمد قلنا شنو على خروج التيار من المقاومة، ياخذ الاشارة، فيصير سالب التيار الثاني في R2.
إذن صارت فولتية. من إجى التيار الثالث من سالب هذا الجزء أيضا يكون إشارته سالبة، إذن سالب التيار الثالث في المقاومة الثالثة. إحنا هسه ليش نضرب التيار في المقاومة؟ لأن إحنا جينا نتعامل مع فولتيات. هذا مبدأ مهم، إنه إحنا جينا نتعامل مع الفولتية، فلازم تكون عندي فولتية كل جزء. نفس الحالة بالنسبة للجزء الرابع، التيار الرابع ياخذ الإشارة السالبة لأنه هي إشارة الخرج، راح تكون سالب تيار 4 في R4. نجي هنا التيار راح يخرج من الإشارة الموجبة، إذا نقول زائد E2. إذا هنا هو راح يبين هاي المعادلة اللي احنا ذكرناها. نشوف انه كل التيارات كانت اشارتها سالبة والفولتيات اشارتها موجبة. اذا هاي هي احنا دائما نعرف، تقريبا راح يصير شبه استناد على اتجاه التيار، لانه شنو دائما هو ياخذ اشارة الخارج، دائما اشارة الخارج سالبة. لذلك ايضا نقدر نقول راح ننقل كل هاي القيم السالبة الى الطرف الاخر. اذا الفولتية المصدر الفولتية الاول زائد مصدر الفولتية الثاني ايش راح يساوي لنا؟ يساوي لنا الفولتيات المقسمة على المقاومات مجموعها. تمام؟ هنا يعني لانه السؤال كانت اشارات المصادر بهالشكل، لو نفترض انه هذا الاتجاه مال هذا المصدر يختلف، فبالتأكيد راح يكون الاشارة مالته سالبة. فنركز ايضا على المصادر، مو دائما المصادر موجبة. اذا احنا اذا طبقنا القانون بهالشكل ما راح نخطئ، وراح نقدر نوصل الى هاي المعادله، وراح نقدر نحسب كل يعني كل شيء مطلوب بهذا السؤال. طبعا هو هنا فقط توضيحي. زين، اذا ممكن اختيار اي اتجاه للتيار، لانه هو بالتالي راح يرجعني الى نفس هاي المعادله. ايضا اكو خطوات نتبعها بالحل، امثله بتطبيق قانون كيرشوفلو اذا كان للفولتيه او للتيار. يعني نفضل انه هني هاي الخطوات اللي يحب يقراهن، لكن احنا راح كلها نمثلها بالمثال اللي راح نشرحه. هنا أنا قبل ما نشرح مثال يقول اذا كان هنالك مصدر للتيار في الدائره شلون راح نتعامل وياه. طبعا اذا كانت الدائره احنا جينا نتعامل مع كيرشوف، فإذا كانت الدائرة تحتوي على مصدر للتيار، يعني المسار المغلق اللي يحتوي مصدر التيار لا يمكن عمل به شنو القانون الكلوزد باث، ما ممكن يطبق، فقط على الجزء اللي ما يحتوي على مصدر للتيار. بالتأكيد احنا هذا نقدر نطبقه فقط هنا، وراح نحصل على النتائج المرجوة باعتبار قيمة التيار هنا معروفة. جريمرز رول، احنا ممكن ما يكون عندنا بالدائرة كلوزد باث واحد، يعني دائرة مغلقة واحدة، ممكن تكون دوائر مغلقة متعددة. بهاي الحالة شلون راح يمكن انه نحلها؟ طبعا لو نفترض انه هاي هي المعادلة الاولى، المعادلة الثانية، المعادلة الثالثة، والى ما لا نهاية من المعادلات. وايضا لو نفترض انه بي تيارات مختلفة، التيار الاول، التيار الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا. اذا ممكن تكون الفولتيات او الفولتيات قيمها لا نهائية. هنا الاي هو فرضة قيمة المقاومة، يعني رمز له بالاي. الاكس هو فرضة، يعني باعتبار انها مسألة رياضية فاضطها بالقانون العام، لكن احنا هسه عم نشرح نوضح انه الاي هنا هي نمثلها بالمقاومة، الاكس نمثلها بالتيار، والسي هي قيمة ثابتة وغالبا هي الفولتية باعتبار احنا هنا جاي نتعامل مع الفولتيات. عمود نحل الدوائر اللي تحتوي على متغيرات متعددة، اكو عدة طرق. احنا سابقا دارسين التعويض والحذف، والها يعني تكون محدودة من تكون معادلتيا حديا او يعني على عدد المجاهيل، يعني لازم تكون بسيطة. لكن اذا كانت معقدة ما ممكن حلها بذيك الطريقة، لانه راح تاخذ وقت كلش عالي، كلش كثير يعني هواي. راح نطبق موضوع الديترمينت. الديترمينت اللي يرمزوا له يا اما بالدلتا يا اما دي، اللي هو شنو؟ احنا ناخذ القيم على شكل ماتريكس ونحسبها.
أولا نطلع الديترماين الكلية اللي هي تعتمد على قيم المقاومات اللي مضروبة بالتيار. أوكي، إذا أردنا نطلع التيار الأول، راح نجي نسوي ماتريكس جديد اسمه D1. ايش نسوي؟ نشيل الكولوم الأول. طبعا هسه للأساسية ما راح يعرف شنو الماتريكس، احنا هسه جينا ناخذ كورس للأساسية، يعني هندسة كهرباء أساسية، فيعني هنا نخلي نكون واضحين، راح نبين هذا الشيء. هنا هذا الكولوم وهذا الرو، أعمدة وصفوف. أوكي، هنا الكولوم هذا كل القيم مالته راح نبينه بالسؤال، نشيلها ونخلي مكان الثوابت اللي موجودة على الطرف الآخر من المعادلة. إذا أردنا الديتو نشيل الرو الكولوم الثاني ونخلي السي بداله. أوكي، إذا أردنا مهما كان رقمه فإحنا راح نشيل الكولوم اللي خاص بهذا الرقم ونخلي الثوابت بداله. فمن نجي نريد نطلع التيار الأول نقسم D1 على D الكلية اللي لقيناها قبل شوية، ونفس الحالة إذا أردنا نلقى التيار الثاني والثالث وإلى ما لا نهاية. إذا راح نجي نشوف هنا تطبيق مثال عن كيرشوف، وراح نشوف شلون راح نحسب، يعني شلون راح نتعامل مع السؤال. نشوف هنا أنا يقول باستخدام قانون كيرشوف لو، كيرشوف كارنت لو، يريد يعني استخدام قوانين كيرشوف اللي هي للفولتية وللتيار بالدائرة اللي موجودة بهذا الشكل، يعني يريد قيم التيارات بكل مكان. اوكي، وننتبه على موضوع يريد ايضا مع الاشارات. اوكي، يعني احنا هنا بالتالي احنا اذا قلنا هذا الكلام او ما قلنا اياه، احنا بالتالي مطلوب من عندنا شنو؟ ايجاد التيارات وبالاتجاه الحقيقي. اذا عمود نطبق قانون كيرشوف، لازم اول ما نجي نرسم الدائرة، وبعد ما نرسم الدائرة، اذا الخطوات هي كالتالي، انه نرسم الدائرة ونبدي نوضح على هاي الدائرة اتجاه التيار. طبعا راح نجي هنا نشوف عندي مصدرين للفولتية وعندي مقاومات مربوطة بهالشكل، اجي اني مخير يعني انا مخير انه اخذ اي اتجاه كان للتيار، اي اتجاه كان للتيار. اوكي، فانا فرضت انه حبيت اتعامل منه انه هذا هو التيار الاول، فاجي اقول اتجاه التيار الاول راح يجي بهالشكل. تمام، اذا التيار الاول انا فرضته قلت راح يجي بهالشكل، بما انه قلت راح يجي بهالشكل يعني دخوله موجب وخروجه سالب. اجى التيار الاول الى ان يوصل الى النقطه بي، بالنقطة بي راح يتفرع التيار الى تيار 2، التيار الثاني، وتيار متبقي. هذا التيار المتبقي هنا شو يمثل؟ مو هو التيار الاول ناقص التيار الثاني؟ صح، باعتبار ان التيار الاول هو تيار كلي، اجى تفرع الى جزئين، جزء صار اسمه التيار الثاني، التيار الجزء الاخر صار هو التيار الاول ناقص التيار الثاني. اذا هذا التيار اللي راح يمر هنا هو التيار الاول ناقص التيار الثاني. مر هذا التيار هنا بالاتجاه، اذا موجب سالب، مر اجى دخل بالباتر الثاني، اجى بهالشكل نفس قيمته، التيار الاول ناقص التيار الثاني، التيار الاول نفس التيار، صح؟ الى ان وصل الى هاي النقطة بعد خلاص ما له علاقة. هنا هذه المنطقة يمر بها التيار الثاني، وهاي المنطقة شو يمر بها؟ يا تيار، اكيد التيار الاول اللي هو شو يساوي؟ مجموع ذوله، باعتبار شنو؟ التيار الاول اجى منها تقسم ورجعنا باللي جاي، رجع نفس ما كان التيار الاول، فاحنا عمودلته هو دائما التيار الاول تيار اول، تيار واحد ناقص اثنين هو تيار واحد ناقص اثنين، لو اكو بعد جزء اخر راح يصير التيار الاول ناقص التيار الثاني ناقص الثالث وهكذا. تمام، اذا احنا شنو؟ قيمه معروفه، قيمه ثانيه معروفه، القيمه الثالثه هو الفرق ما بيناتهم، لانه هنا الرئيسي جاي يتفرع الى جزئين. من تكون هاي واضحة. اذا هسه نجي شو نسوي؟ عندنا كلاس، بعد ما رسمنا هذه الدائرة وضحنا عليها اتجاهات التيار بالاسهم والاشارات على المقاومات، اصبحت المسألة واضحة. الخطوة اللي بعدها ايش راح نسوي؟ راح نجي ناخذ كلوز باث الاول وكلوز باث الثاني، لانه هنا عندي فقط اثنين،
الأول هو من A إلى B إلى E إلى F إلى A، بمعنى هذا احنا ما راح يعني ما مطلوب منك توضح، فقط ان تقول احنا راح ناخذ المعادلة الأولى هنا. ايش راح نقول بهاي الحالة؟ نجي على المقاومة الأولى، التيار الأول سالب التيار الأول في المقاومة، تمام؟ سالب التيار الثاني في المقاومة، نستمر إلى أن وصلنا للمصدر الفولتي الموجب، تمام؟ التيار اجد خرج من الموجب، إذا نقول زائد 50 فولت يساوي لنا صفر. المعادلة الثانية، التيار الأول ناقص التيار الثاني ياخذ الإشارة السالبة، إذا سالب التيار الأول ناقص التيار الثاني بين قوسين مضروب في 30. اوكي؟ هنا راح نجي، ما بقى هنا لاحظ، اتجاه التيار منين يخرج؟ من الاتجاه السالب للمصدر، فنقول سالب 100. اجى استمر التيار إلى أن خرج من هالشكل. التيار الثاني هنا احنا آسين، هنا ما ذكرنا. هنا أيضا التيار الثاني راح شو يكون؟ اتجاه التيار، شوف هنا اجى التيار بهالشكل بهالشكل، إذا راح ياخذ الإشارة الموجبة. إذن هذا الشرح اللي الكلاسد باث اللي قلنا هو هنا. إذن بالأول سالب المقاومة في التيار الأول والثاني أيضا زائد 50 يساوي صفر. الثاني نفس الحالة، وذكرنا إنه المصدر للفولت يباعي هنا، لاحظوا إنه أخذ الإشارة السالبة لين خرج التيار، خرج من الاتجاه السالب للمصدر، زائد 20 في التيار الثاني. ليش 20 في التيار الثاني؟ الاتجاه كان للأعلى، الاتجاه كان للأعلى، في لذلك الخرج مالت التيار يعني ما ناخذه استنادا الى التيار الاول، لا ناخذه استنادا الى التيار الثاني. خلينا نوضح هاي المسألة. هنا ليش اخذ الاشارة الموجبة؟ احنا بالكلوز باث الاول بالمسار المغلق الاول كان التيار بهالشكل اجى، بهالشكل اجى وطلع بهالشكل، تمام؟ بالاتجاه الثاني التيار من راح يجي بهالشكل؟ يجي بهالشكل، لازم يرجع لمن؟ الى النقطة B، يعني يرجع الى هاي النقطة. احنا ناخذه من نقطة معينة ولازم يرجع الى هاي النقطة المعينة بنفس الاتجاه. لذلك من اجى التيار بهالشكل، اجى بهالشكل، اجى بهالشكل، بهالشكل، اخذ الطرف الموجب. لذلك احنا نقول مهم جدا انه ننتبه الى هاي المسألة. اوكي؟ ما يبقى محتفظ بنفس الاتجاه اللي احنا فرضناه اللي خاص بالاول، لا. انما ياخذ الاتجاه المسار المغلق. اوكي؟ زين هسه اصبحت عندي معادلتين. نشوف هنا اصبحت عندي معادلتين، طبعا نبسط هالمعادلة، يعني سالب 30 نضربه في التيار الأول ونضربه في التيار الثاني، ونبسط الحل اللي كان المشابهين نجمعهم إلى أن توصل المعادلة الأولى بهالشكل. القيمة مالته 15 التيار الأول زائد 20 في التيار الثاني يساوي لنا المصدر اللي هو 50. بالمعادلة رقم 2 بعد التعديل صارت شنو؟ سالب 30 في اي 1 سالب 30 اي 1، سالب 30 في سالب 100 التيار الثاني صار سالب في السالب موجب، 30 في اي 2 صار 30 اي 2، زائد 20 اي 2 صار 50 اي 2، سالب 100 نقلنا للاتجاه الاخر، بدل الصفر صار 100، اي الاشارة انقلبت من سالب الى موجب. بهاي الحالة صارت عندي معادلة واضحة، اجي اسوي الديترماين. طبعا هنا راح نجي ركز على الديترماين شلون راح ناخذها، اذا كنت انت مبتدئ وجت تابع الفيديو ركز. الاي 1 هو شي يمثل لي قيمة العمود الاول، ايش قد القيمة هنا؟ 15 اجي اخليها اول وحدة. ايش قد القيمة هنا؟ سالب 30 اجي اخليها جواها. اجي على الاي 2 ايش قد هاي القيمة؟ هو واشارته موجب 20 20. نجي على الاي 2 هنا ايش قد؟ موجب 50، اذا 50. صار عندي هاي الديترماين. اوكي؟ شلون راح نتعامل وياها لايجاد هذا الرقم؟ هسه ايضا راح نمر عليها، لكن هسه هنا احنا ضمن السؤال نضرب هذا المقدار في هذا المقدار ناقص هذا المقدار في هذا المقدار. يفضل انه تخليها بين اقواس عمود ما تخطأ بموضوع الاشارات. اوكي؟ راح يطلع لنا هذا الرقم اللي هو امامكم. نريد نحسب هسه شنو؟ اني عندي تيار اول وتيار ثاني، اذا لازم عندي دي 1 وعندي دي 2.
اجي على الدي 1، ايش قلنا على الدي 1؟ ناخذ هاي الارقام الثابته ال 50 وال 100، اجيب ال 50 بدل يعني حشيل هذا الكولوم الاول اشيله، لانه انا بدي احسب دي 1، فالكولوم الاول راح اشيله اللي هو ال 15 سالب 30 راح اشيلهم كانهم ما موجودين، اجي بدالهم اخلي 50 و100، اخلي 50 و100، وايضا اطبق نفس القانون، ال 50 في ال 50 ناقص ال 100 في ال 100 في ال 20، فنسوي عمليه الضرب وبعدين نطرح. اذا بهالحاله راح اقدر احسب التيار الاول اللي هو دي 1 هذا المقدار ال 500 على دي الكليه اللي هي 1350، وراح يطلع لنا الناتج هذا امامكم. ايضا الدي 2 شو راح اسوي؟ ارجع على هاي الرئيسيه دي، اشيل ال 20 وال 50 واخلي بمكانهم ال 50 الكونستانت وال 100، ال 50 وال 100، اضرب ال 15% ناقص ناقص 30 في 50، يعني يصير الناقص في الناقص موجب، وتصير المسألة ضرب وجمع، أول شيء نضرب وبعدين نجمع، ونقسمه على الدي الكلية، أيضا راح نحصل على I2. إذا بهاي الحالة أنا عرفت I2 I1. راح نجي نبوّع على فد مسألة. الـ I1 الإشارة مالته موجبة لو سالبة؟ موجبة، إذا اتجاهها صحيح. نجي أيضا نبوّع على I2 موجبة لو سالبة؟ موجبة، إذا اتجاهها صحيح. إذا الـ I1 اتجاهها صحيح بالدائرة اللي أنا رسمتها، والـ I2 اتجاهها صحيح بالدائرة اللي أنا رسمتها، بقى تيار معين ما عرفناه، هل هو موجب أو سالب؟ اللي هو التيار اللي يمر اللي هو الـ I1 ناقص I2، صح؟ هذا تيار نقدر شو نسميه؟ نقدر نسميه I3، نقول I3 يساوي لنا التيار الأول ناقص التيار الثاني، أو لا. تقول التيار اللي هو واحد ناقص اثنين، هو ايضا هو معروف بهذا الاسم، او تقدر تسميه اي اسم يعجبك، التيار الثالث او اي رقم او اي مصطلح ترمز له، لكن لازم توضح انه هاي المعادلة هي لها اسم معين. فلو نجي نطرح التيار الاول ناقص التيار الثاني اللي هي من القيم اللي طلعت لنا، راح يطلع لنا الاشارة مالته سالبة. بما انه اشارته سالبه شنو يعني؟ هاي الاشاره تدل على اتجاه التيار. اذا ايش راح اقول له؟ راح اقول له بما انه طلعت لي اشاره سالبه، اذا اتجاهي اتجاه فرض التيار صار خطا، الاتجاه الحقيقي بالعكس. اذا ايش راح اقول له؟ راح اقول له هو قيمته هاي موجبه، وانا اعكس اتجاه التيار اللي انا فرضته، تمام. اذا لو نرجع عليه، هذا التيار اللي انا فرضته بهالاتجاه من طلع لي، من اجيت نقص التيار 1 ناقص تيار 3 طلع تيار 2، طلع لي تيار اتجاهه سالب. يعني شنو اشارته سالب؟ يعني اتجاهه خطا، لازم اغير اتجاهه. فانا شرح اقول له اتجاه راح يكون مالته بهالشكل. اذا هذا السهم راح ينعكس، وهذا السهم ينعكس، وكل هاي الاسهم بالاتجاه تنعكس. طبعا انا ما راح ارسم له دائره، ما راح ارسم له دائره جديده ايش اسمه؟ راح اجي شو اقول له؟ راح اجي اقول له هذا الكلام، انه اني اخلي راح اخذ القيمه الموجبه واغير اتجاه فرضي للتيار وخلاص. واذا تريد عندك وقت متبقي بالامتحان وتريد تحسن من الاجابه، فاكيد ترسم له الرسم النهائي بالاتجاهات الحقيقيه. راح نجي نشوف شلون نتعامل مع الديترماين اذا كانت ثنائيه او اذا كانت ثلاثيه. طبعا هذا موضوع كلش مهم، نقدر نستغني عنه بالحاسبة عن طريق الكاسيو، حاسبة الكاسيو، نقدر نطبق هاي المعادلة وندوس ونحصل على ديترماين، لكن في حالة عدم توفره أو نريد نطبقها يدويا للحصول على نتائج موثوقة فرضا، أو يعني تكون بشكل أسرع من استخدام الحاسبة. إذا كانت ثنائية، شنو نقصد بها ثنائية؟ يعني 2 في 2 اللي هو يعني طول الماتريكس، الماتريكس 2 في 2. هنا راح نقول الـ A في الـ B ناقص الـ C في الـ D، أو آسف الـ A في الـ D ناقص الـ B في الـ C. طبعا هنا يفضل أن يكون ذول بين قوسين عمود من خطأ بالإشارات. هاي مسألة مهمة، لأنه ممكن أي حرف من هاي الأحرف يكون يحتوي على إشارة،
هاي اذا 2 في 2، اذا 3 في 3، 3 رو و3 كولوم، ماتريكس 3 في 3، شو نسوي؟ نجي ناخذ الاول اي اللي هو هذا، ناخذ الاول اي نخليه، شوف هنا وش نلغي؟ ايش نلغي؟ نلغي كل الرو والكولوم اللي يمر بهاي النقطة اي، اذا هذا مو هذا الاي، الكولوم اللي يمر بي يلغي، الرو اللي يمر بي يلغي، والكولوم اللي يمر بي يلغي، فاصبحت عندي اي في هاي الديترماين المتبقية اي اف و اتش و اي. نجي ناخذ النوب البي، ايضا راح نلغي الرو اللي يمر بي ونلغي الكولوم اللي يمر بي، اوكي؟ بهالشكل اللي راح يبقى نفس هذا الشكل اللي هو بي، والديترماين المتبقية هي هاي الاحرف. نفس الحالة مع السي، راح ناخذ السي ونلغي الرو مالته ونلغي الكولوم مالته، نفس ما تشوف هنا لغى الرو مالته ولغى الكولوم مالته، فهذا السي راح يصير بهالشكل. طبعا راح نجي على مسألة الإشارات، موجب سالب موجب وهكذا، فاحنا أول حرف موجب اللي بعده سالب اللي بعده موجب اللي بعده سالب وهكذا تستمر العملية. هاي مهمة الإشارات نركز عليها. فهنا من صارت A في هذا المقدار ناقص B في هذا المقدار زائد C في هذا المقدار، هذا المقدار احنا أخذناه استونا، فراح نجي نعوض عن هذا المقدار بالقيمة اللي هي E في I ناقص F في H بين قوسين وينضرب بالA، فراح يصير الA مضروب في الE مضروب في الI ناقص الA مضروب بالF ومضروب بالH. لذلك هاي الكميات اللي الإنسان جاي يقولها هاي ناقص هاي، شوف هنا هو لأنه جمع الموجبات باتجاه وجمع السوالب باتجاه، إذا راح يطلع لنا هاي المعادلة النهائية مجرد أرقام، راح نتم عملية الضرب ونتم عملية الجمع والطرح وراح يكون الناتج متواجد. أوكي، إذا المسألة بسيطة جدا ننتبه إلها ونركز عليها، ويفضل حل مثال عليها عمود تكون واضحة، ويفضل إنه مثال محلول عم تكون النتائج اللي تطلع واضحة. نجي على سؤال آخر يقول أيضا باستخدام، يريد يعرف هنا إيش قد التيار اللي كل باتري يطيل الدائرة، يعني شنو؟ يريد يعرف إيش قد التيار اللي ولده هذا الباتري وإيش قد التيار اللي ولده هذا الباتري وهذا الباتري وهذا وهذا. هذا هو السؤال اللي مطلوب منك باستخدام كيرشوف. ممكن نستخدم غير طرق، لكن هو يحدد لك مرات الطريقة ومرات ما يحدد لك، يترك لك أنت تختار، لكن إحنا موضوعنا الآن هو كيرشوف. فبكيرشوف شلون راح نقدر نحسب التيارات؟ طبعا إحنا عم نحسب التيارات راح نطبق نفس المبدأ اللي تعودنا عليه، إنه نحسب التيار خلال هاي المنطقة، نحسب التيار خلال هاي المنطقة، نحسب التيار خلال هاي المنطقة، وأيضا خلال هاي المنطقة، وأيضا خلال هاي المنطقة، بمعنى نحسب التيارات بكل مكان، لانه المصادر موجوده بكل مكان. لو فرضا طلب بس هنا احنا راح يكون تركيزنا فقط هنا، لكن هو طالب بكل مكان. اذا اول خطوه قلنا شو نسوي؟ نجي نرسم الدائره، نفرض اتجاه للتيار، بالاضافه الى شنو؟ نضع اشارات على المقاومات. شلون راح اخذ اتجاه التيار؟ مخير، لكن احنا دائما نبدي بهالشكل. اجيت فرضت بهالاتجاه، قلت التيار الاول يعني الرئيسي تيار، التيار يعني هنا معطي بس التيار باعتبار انا عندي هواي ارقام، فهنا اعطيته بس التيار، تقدر تسمي اي تسميه ما يهم، المهم تعرف شلون تتعامل وياه. فعندي التيار مره هنا موجب سالب، اجى التيار بهالاتجاه وصل الى نقطه الجكشن بوينت، راح يتفرع الى تيار 1 والتيار اللي مره هنا. بما انه انا عندي تيار كله تفرع الى جزئين وواحد منه اسمه وان، اذا هذا التيار راح يكون شنو؟ التيار اللي يمر هنا راح يكون هو التيار اللي داخل النقطة ناقص التيار اللي خرج منه. اوكي، اجى هذا التيار هنا، صار هذا التيار ناقص هذا التيار، اجى بهالشكل وصل الى هاي النقطة سي، اتفرع هنا تيار سميناه اي 2. التسميات ما غير مهمة، لكن لازم انت تعرف تتعامل وياها صح، شو تسمي الاسماء سميها لكن تتعامل وياها صح. فالاي 2 هنا راح شو يصير التيار اللي بقى؟
راح يصير هذا التيار ناقص هذا التيار، يعني الاي ناقص التيار الاول ناقص التيار الثاني، بقى تيار متبقي اللي هو التيار ناقص الاول ناقص الثاني. اجى مره هنا، تمام؟ مره بهالشكل، نفس ما قلنا هنا هيك تخلي نفس التيار، هنا نفس التيار، هنا نفس التيار. الفلسفه مالته التيار اللي اجى منه اخذ هذا التيار اللي منه، لانه اشاراتهم متعاكسه، فاللي يبقى عندي هو بس هذا التيار ناقص التيار الاول. وهذا ايضا من اجى اللي جاي واجى هذا التيار، راح ايضا بالجمع الجبري راح يروح هذا التيار، يبقى فقط هذا التيار. اذا هذه مو مهمه، لكن نركز عليها اذا كانت اكو مقاومات بهاي المنطقه. اوكي زين، شلون هسه راح نتعامل وياها؟ نفس المعتاد، اجي اخذ المسار الاول اللي هو يبدي من نقطه اي، اي بي جي اتش، يرجع لمن؟ للاي. فش نقول؟ سالب الاي في 5، تمام؟ اجى التيار مر منا صح؟ سالب 3 في اي 1، اجى التيار اللي جاي طلع من الاتجاه السالب، سالب 5. اسمع كلام، باع على الاشاره وين؟ وباع على المعادله. اجى التيار بهالشكل طلع منا، شوف طلع على الاتجاه الموجب، فزائد 20 يساوي 0. اذا هذا هو المسار الاول. فراح اجي شو اسوي؟ أباوع على المعادلة. زين، هاي أرقام ثابتة، إذا أقول 20 أنقصها 5 راح تبقى لي 15. أنقل ذول إشاراتهم سالبة للاتجاه المعاكس، راح يصير موجب 5i زائد 3i1 يساوي لنا 15، وسميتها معادلة رقم 1. خلاص خلصت من المسار الأول. أجي على المسار الثاني اللي هو B C F G B. لاحظ انه رجعت الى نفس النقطة، مهمة هاي المسألة. اجي على المقاومة هاي، اقول سالب 4 في هذا القوس من التيار، مهم جدا انه التيارات اللي نفرحها نخليها بين قوسين، مهم جدا عمل ما نخطأ بالاشارة. لاحظ راح لنا الشكل وهذا المعادلة، اوكي؟ اجي مرة هنا بالمصدر، طلع منيا من الاشارة الموجبة، فنقول زائد 5. اجي التيار مر بهالشكل، طلع من السالب، نقول سالب 2 في التيار الثاني. اجي طلع من الاشاره الموجبه للمصدر، نقول زائد 5. اجي بهالشكل صعد عمود يرجع للنقطه بي، ايضا طلع من الاشاره الموجبه للمصدر، فنقول نوب زائد 5. اجي هنا بالمقاومه، طلع منيا من الاشاره الموجبه، فنقول زائد 3 في شنو؟ التيار الاول، مو التيار هذا، لا، التيار اللي يمر به هاي المقاومه اللي هو التيار الاول، لكن ياخذ اشاره الكلاس باث، اوكي؟ يساوي 0. راح نجي اول مساله نضرب سالب 4 في اي، راح يصير سالب 4 اي، وسالب 4 في سالب اي 1 راح يصير موجب 4 اي 1. وايضا راح نجي نجمع الاي 2 الاي 1 مع الاي 1 اللي هو راح يصير 7 اي 1. الاي يبقى نفسه، اوكي؟ يعني حنبسط المعادله، هاي الارقام المفرده راح تنجمع، راح تصير 15 بالموجب، اوكي؟ راح ننقل اللي بالسوالب للجهه الاخرى، راح تصير المعادله بهذا الشكل اللي امامنا، 4i1 ناقص 7i2 زائد i1 زائد 2i2، سميناها هاي المعادله رقم 2. نفس الحكي راح يطبق وين؟ على هاي المعادله. التيار اجى بهالشكل، سالب 8 في هذا القوس من التيار اللي هو، شوف التيار الاجل الاساسي اللي نقص منه هذا مره هنا، نقص منه هذا، بقى هذا هو التيار الاخير اللي مر بالمقاومه 8، اوكي؟ هاي هواي اكدت عليها عم تفهم اليه سريان التيار. مره هنا بالسالب للمصدر، فنقول سالب 30. اجى هنا مر بالسالب مال المصدر، فنقول سالب 5. مر بالموجب، فنقول زاد 2 اي 2 يساوي لنا شنو؟ صفر. بما ان اصبحت هذه المعادله، راح نجي نضرب السالب 8 في القوس ونبسط نجمع ونطرح وكذا نفس ما ذكرنا، راح يصير عندنا معادله مبسطه ايضا بهالشكل. شوف نرتبها اي 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 1 اي 1 اي 2 اي اي 1 اي 2. العمود من نجي نسوي ديترماين تكون عندنا واضحه. اذا راح نسوي ديترماين هنا، بعد احنا راح نختصر بها باعتبار احنا اشرنا الها. هنا ديترماين 5 4 سالب 8 هذا الكولوم الاول، الكولوم الثاني
3 سالب 7 زائد 8 اوكي. الكولوم الثالث ماكو اي 2 فيصير 0 زائد 2 زائد 10 اوكي. ها هي الديترمين، راح نحسبها نفس ما بالطريقه اللي تعلمناها هنا، اللي هي راح يصير 3 في 3 راح نحلها بهاي الطريقه اوكي. واكو ايضا طرق اخرى موجوده بالويكيبيديا، طرق اسهل من هاي نقدر نتعامل وياها، اكو طريقه كلش بسيطه ايضا اخرى، انا ما حبيت اذكرها، حبيت اذكر الشيء الاساسي. ايضا تقدرون تروحون يعني بحث على اليوتيوب وعلى الويكيبيديا راح تلقون عليها فشي كلش مبسط تقدرون تتعاملون وياها. اذا بعدها راح نلقى الدي 1 اللي هي شنو، نعوض هاي القيم الثابته بالكولوم الاول، ودي 2 اللي هي هاي القيم الثابته بالكولوم الثاني، والدي يعني هنا انا اخطات بالارقام، او نسميها بالدي 3 اللي هي القيم هاي الثابته في الكولوم الثالث، ونقسم عمود نلقى التيار، والتيار 1 والتيار الاول نفس ما ذكرنا بالمثال السابق. من لقينا هاي التيارات راح نجي هسه على اساس انه نريد احنا بالباتري. الباتري الاول يمر بيا تيار، التيار اي، فناخذ نقول الباتري الاول هو نفس تيار الاي وهو هالقد مقداره. طبعا لاحظ كلهم موجب، اذا كل دول اللي اني طلعتهم موجب هم اتجاههم صحيح. اجي على المصدر البي 2، وين البي 2 اللي هو هذا، تمام هذا هو البي 2، هذا البي 2 يا تيار يمر بي التيار رقم 1، فاقول له البي 2 هو نفسه تيار رقم 1، البي 3 هو نفسه تيار رقم 2 اوكي. البي 4 هذا هو البي 4 يا تيار يمر بي، لاحظ 1 اي ناقص 1، بي 4 يمر بي اي ناقص 1، فاجي شو اسوي؟ اخذ الاي ونقصه من الاي 1، راح يطلع لي تيار واقول هو هذا التيار اللي يمر بهذا الباتري، او اللي ينتج هذا الباتري، او شو نريد نسميه اوكي. التيار مال المصدر الخامس اللي هو هذا، يا تيار يمر بي الاول التيار ناقص التيار الاول ناقص التيار الثاني، فانا عدت قيمهم الاول والتيار والاول والثاني، فاجي اطرحهم راح يطلع لي مقدار للتيار. طبعا بما انه اتجاهه سالب، ايش راح اقول؟ بما انه اتجاهه سالب يعني هو بالاتجاه المعاكس، خلاص اوكي، وعرفنا ايش قد القيمه مالته. طبعا انا اعتذر عن الاطاله، لكن حبيت اوضح لكم قانون كيرشوف، ويكون هذا هو يعني فيديو شامل عن كيرشوف، ما تحتاج انه تتابع امثله اخرى عليه، ايد تكون يعني مكتفي من الامثله. نشوف هذا المثال ايضا نفس المساله، يعني راح ناخذ كلوز باث هنا، كلوز باث هنا، كلوز باث هنا. اذا اول ما نسوي نرسم الدائره، نحدد اتجاه التيار، بما انه انا عندي مصدر بهذا الاتجاه وما عندي مصادر اخرى، اكيد هو التيار من المصدر وراح يتوزع، فهذا هو التيار الاول راح يجي يتقسم، التيار الثاني، التيار اللي يمر هنا هو الاول ناقص الثاني اوكي. ومع اتجاه التيار اخلي الاشارات على المقاومات، ضروري انه نسوي هاي العمليه لان نستهزئ بالاشارات وناخذها فقط فكريا، يفضل انه تخليها عمود تكون دقيق بالتعامل وياها. ايضا هنا التيار من راح يجي راح ينقسم، راح يمر تيار 3، التيار المتبقي هو تيار 2 ناقص تيار 3 نفس ما نشوف اتجاه بهالشكل، هذا التيار وهذا التيار راح يمرون بهذا الاتجاه صح؟ هذا التيار اللي يمر هنا هو نفس التيار هذا، فيصير التيار الاول، شوف لاحظ هنا يا تيار يمر هنا، هذا التيار اجى منا وهذا التيار اجى منا انجمعوا، فاجمع لي هذا مع هذا، هذا اشارته سالبه الاي 2، هذا اشارته موجبه الاي 2، يعني راح يروحن، شو يبقى؟ اي 1 ناقص اي 3، اذا التيار اللي يمر هنا هو منو؟ اي 1 ناقص اي 3، هذا مهم اوكي؟ اجى اللي جاي وصل الى هاي النقطه، الاي 3 راح، فوق بقى فقط الاي 1 تمام؟ شنو سبب انه راح؟ لانه اجى تيار من هنا اي 3 اوكي. اذا بعدها راح نجي نقول المسار الاول اللي هو هنا اخذ، طبعا بكيفك اي واحد تعتبره مسار اول ما يهم، المهم انه تطبقه صح. شوف هنا هو معتبر هذا الاول، نقدر نعتبر هذا الاول، نقدر نعتبر هذا الاول، ماكو اشكال، نعتبر هذا الاول. منين ناخذ؟ من المقاومه هنا، نقول التيار اجى بهالاتجاه اوكي،
هنا هو يعني طبعا شو ما تاخذه شو ما تاخذه يطلع لك الناتج الصحيح، لكن انا اذا اعطيكم نفس اللي محلول، هو ماخذ من اي الى بي الى اي الى اف ويرجع الى اي، فاذا ماخذه بهالاتجاه نفس ما انا قلت يعني اتجاه ماخذه بهالشكل. اوكي ماكو اي اشكال. فمن التيار اجى بهالشكل راح ياخذ الاشاره الموجبه، فنقول موجب 5 في هاي التيارين اوكي ناقص، شنو السبب انه اجى التيار بهالشكل؟ بهالشكل اوكي، ناقص اجى بهالشكل هنا صعد بهالشكل موجب، اذا راح يصير موجب 4 في قيمة هذا التيار. طبعا راح نجي نضرب القيم بالاقواس ونجمع ونطرح القيم المتماثلة، يعني شنو نقصد؟ هنا اي 3 موجود واي 3 موجود واي 3 موجود، فاكيد راح نجمعهم ونطلع اي 3 وحده، وننتبه على الجمع بالاشارات المختلفه ونمشيها. اذا المعادله رقم 1، المسار الثاني هو بي سي دي اي اف، يعني ايضا التيار راح يمشي بهالشكل. اذا شوف الاتجاه اعتمد على اليمن على مسار الباث اللي هي منين تبدي وين راح تنتهي، فمن انه بدينا من بي سي فخلاص انا اخذته من بي سي. طبعا لو انت حاب يعني تحله بالطريقه التاليه انه تعتبره من سي بي اي دي وهو الاول ماكو اي اشكال وراح يطلع لك حلك صحيح. اذا ماكو اي اشكال بتطبيق الكلوزد باث واختياره، مهم انه يكون تطبيقه صحيح. طبعا راح يتطبق على الاول والثاني والثالث، نطلع على معادلات نطبقهم. بما انه هو شي يريد فقط الاي 1، ليش هنا بالسؤال يقول انا اريد اعرف ايش قد التيار اللي يطيل مصدر، فبسيط جدا، التيار اللي يطيل مصدر هو تيار 1، فانا شو اسوي؟ بعد ما حصلت على المعادلات راح اطلع الديترماين واطلع الدي 1. الدي 1 شنو؟ انه اجيب النواتج اخليها وين؟ بدل الكولوم الاول، ما احب اكرر بالكلام، فهي عمود بس تكون واضحه. ونقسمهم راح نحصل على تيار 1 وخلص انتهى السؤال، هو هذا التيار اللي يعطي شنو؟ المصدر، بما انه طلع اشاره موجبه اذا هو الاتجاه الصحيح. هو اكيد هو الاتجاه الصحيح. المثال اللي بعده طبعا هاي امثله يعني غير امثله بس راح اكون سريع بالتعامل وياها. هنا لاحظوا لي هذا المساله لانه يعتمد على استخدام قانون التيار. شوف هنا أنا هاي النقطة A وهاي النقطة B، يريد التيار اللي يمر بهاي المنطقة شقد؟ طبعا كل المقاومات قيمها واحد، فبالقانون راح تبين فقط تيارات وماكو مقاومات، هي بالحقيقة كفولتج لكن بسبب ان المقاومات واحد راح نتعامل فقط بالتيار. فهنا التيار اللي داخل 16 وخارج منها 4 وخارجة منها 5 وخارج منها 7، انتبه على السؤال نقراه صح. اوكي؟ إذا هاي النقطة A راح أجي أفرض التيار اللي هنا. نجي شوف هذا راح نرسم الدائرة المكعبة، أقول إجت ال 16 راح تتفرع إلى تيار 1 وتيار 2 وتيار أخير. طيب شوف ما سماه تيار 3، تقدر تسميه تيار 3 بس هو شو تقول؟ ويساوي تيار 3 ويساوي ال 16 ناقص التيار الأول ناقص التيار الثاني، يعني هو التيار المتبقي مر وين؟ بهذا الاتجاه، مر بهذا الاتجاه. زين من اجى مر بهذا الاتجاه اكو 4 طلعت من عده صح؟ فمن طلعت منه 4 استمر هنا، بس شنو نقص منه 4؟ فاجي انقص منه 4، هذا التيار المار نقصت منه 4 والباقي مر هنا، فاقول هو نفس التيار نقصت منه 4. طبعا انا ما بقي هالشكل، راح ارتبه راح يطلع لي بهالشكل تمام؟ الى ان وصل النقطه بي. اوكي اوقف هنا، التيار اللي اجى منه اسمه تيار اي 2 وصل لي جاي، طلعت من عده 5، المتبقي شنو؟ الاي 2 ناقص الخمسه مر منه الى ان وصلنا النقطه بي، هو اكيد هذا التيار 1 هو نفسه مر الى النقطه بي. اذا انا راح اجي اطبق كيرشوف فولتج لو على المسارات اللي انا راح اخذها. فالمسار الاول اللي اخذته اي دي بي اي، يعني فرضت هذا اتجاه التيار اوكي، فاجي اقول التيار الثاني راح يمر سالب، اذا سالب اي 2 في 1 اذا سالب اي 2، وهكذا نفس ما متعارف عليه. طلعنا المعادله الاولى، نجي ناخذ الكلوز باث الثاني، اخذ اي سي
بي اي. شنو ننسى ان ناخذ هذا هو التيار وهذا هو التيار في قيم المقاومات، وايضا ننسى هذا التيار هنا. انا اشوف من اجى بهالشكل صار موجب اي 1، لو نلاحظ موجب اي 1، اوكي موجب اي 1 ننسى. ايضا نجري عمليه الضرب ويعني نبسط نختصر كذا الى ان نحصل على معادله ستاندر طبيعيه. اذا بعدها راح نحسب الديترماين بالدي. طبعا اذا بهالشكل معادله بسيطه تقدر تحلها بالحذف والتعويض او باي طريقه مناسبه لحل معادلتين، او نطبق الديترماين اللي احنا تعلمناها. هذا المثال ايضا، بس هنا راح شويه راح نكون اسرع بال، ممكن انه يطيب هالشكل، يحب شويه يعني يرسم لك الدائره بهالشكل. طبعا هذا جراوند، هذا مصدر يكون الموجب مرتبط بهذا الخط، وهذا ايضا مصدر مرتبط الموجب بهاي المقاومه، وهذا هو ارضي. فالارضي مع هذا الارضي مع الطرف السالب مال المصدر مع الطرف السالب مال هذا المصدر راح نرسمهم فيصيرون بهالشكل. يريد من عندي شنو؟ يريد من عندي التيار الثاني، التيار اللي يمر بهاي المقاومه، يريد الفولتيه الثالثه اللي هي على هاي في 3 على هاي المنطقه اللي هو هنا محدد لنا اياها، ويريد من عندي شنو؟ تيار المصدر اي اس. طبعا هنا أنا بسيطه جدا، بما انه هاي المقاومه على التوازي مع المصدر الفولتيه، اذا هي لها نفس الفولتيه. اذا اقدر اطلع هذا التيار اللي هنا، اكيد فولتيه على المقاومه اقسمهم 24 على 10 راح يطلع لي التيار هنا، يمكن اسميه تيار 1، فقدرت احصل على تيار 1. هنا انا ما قايل لي طبعا استخدم كيرشوف، فشوف انا جاي احل شلون ما يعجبني، بس تقدر تطبق قانون كيرشوف. بما انه انا جسم وصلت هنا حسبت هذا التيار اللي هنا، يريد من عندي الفولتيه اللي هنا، ما راح اقدر احسبه، لازم احسب التيار اللي يمر هنا. تمام؟ شلون احسب هذا التيار اللي يمر هنا انا؟ فاجي شو اسوي؟ نستخدم قانون كيرشوف للجهد، وين؟ بهاي المنطقة، لأن أنا أحتاج التيار هنا، فأخذته فقط بهاي المنطقة. فش أقول له؟ فرض التيار هو مطين السهم مالته بهالاتجاه، فسالب 4 في أي 2، أوكي؟ هنا راح ياخذ سالب سالب 8، راح يجي هنا موجب 10. طبعًا أنا هنا أنا ما راح آخذ الموجب 10، شو آخذ؟ آخذ الفولتية. الفولتية موجبة، لأنه قلنا نفس لأنه الفولتية اللي هنا هي نفس فولتية المصدر، فيصير موجب 24 اللي هي هاي المعادلة. من خلالها راح أطلع شنو؟ التيار. لأنه شنو؟ أنا عندي مصدر ومصدر آخر، وفقط التيار هو المجهول اللي هو هنا يرمز له في 4. تمام؟ فراح يقسم ويطلع التيار 2، طلع التيار 2 ضربها في المقاومة طلع فولتية. بما أنه اكو فولتية مصدرين صار للفولتية، فأنا راح أجي أشوف سالب موجب، إذا راح أجمعهم راح يطلع لي الفولتية في 3، أوكي؟ عمود ألقى تيار المصدر اللي هو هذا التيار، أنا طلعت التيار هنا، تمام؟ وعندي أي 2، تمام؟ بعد التيار جه هنا، تقسم إلى جزء أول هنا، استمر، تقسم إلى جزء ثاني هنا، استمر، تقسم إلى جزء ثالث هنا، يعني ثلاث تيارات إذا جمعتهم يعطيني تيار المصدر. هذا التيار طلعته، هذا التيار طلعته، هذا التيار شلون طلعه؟ مستوى طلعت له فولتيه، راح اقسمه على المقاومه اطلع التيار. فهنا طلعت التيار 3 بهاي الطريقه، قسمت الفولتيه على المقاومه وجمعتهم حصلت على تيار المصدر. نشوف هذا السؤال ايضا هنا. يقول باستخدام قانون بعه، هو يحددني الكرنت له، يريد باستخدام الكرنت لو. اذا ما حدد اقدر انا احر، لكن اذا حدد انا ملزم باستخدام اما الفولتيه يا اما قانون التيار. نشوف هنا التيار، قانون التيار هنا داخل النقطه اي مقدار 6 مايكرو امبير، من اي الى بي 2 مايكرو امبير، من بي الى دي 5.5 مايكرو امبير. وش يريد؟ يريد التيار 2 تيار 3 وتيار 4 وتيار 1 اللي هو راح يخرج منه. طبعا انا اذا قلت هذا تيار وهذا تيار معلوم اقدر اطلع هذا؟ اكيد. اذا هذا التيار الاي 2 هو يمثل هذا التيار ناقص هذا التيار. ليش؟ شنو السبب؟ انه احنا مو قلنا مجموع التيارات يساوي صفر عند النقطة اي؟ مو قلنا التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة؟ فهاي الستة دخلت هنا تساوي مجموع ذولا.
اذا هذا 2 هذا ايش قد يطلع؟ عمود تكون 6 4، بس احنا نسويها بالمعادله هي راح تطلع لنا 4. اذا الاي 2 راح تطلع لنا 4، شلون سواها؟ نفس ما قلنا، التيارات الداخليه تساوي مجموع التيارات الخارجيه، نقل للطرف الاخر طلع الاي 2. ونجي وين هسه؟ على الاي 4. اي 2 معلومه، نجي عند النقطه بي. هذا بما انه هذا معلوم، شوف من هنا هذا معلوم، اذا مو اقدر اطلع اي 3، لانه شو اقول؟ هذا صار هو اللي داخل هاي النقطه وهذا هو الخارج منه، فاقول الداخل يساوي الخارج زائد اي 3. ايضا راح انقل للطرف الاخر وراح احسب اي 3. هسه هنا اي 2 طلعته واي 3 طلعته، اثنينهم بعد اتجاه التيار مالتهم بهالشكل، راح يدخلون بالسي ويطلع من عده، فاذا جمعت الاي 2 مع الاي 3 راح يطلع لي الاي 4، صح؟ طلع الاي 4. اي 4 يجي بهالاتجاه وهذا التيار يجي بهالاتجاه، اذا جمعتهم مو راح يعطيني هذا التيار الاول؟ خلاص، اذا هذا هو الكلام مالتي، هذا هو كله هنا، وقدرنا نحصل على كل التيارات. اسف على الاطاله، لكن هذا هو عمود تكون، يعني تكون المحاضرة واضحة، يكون عندك فكرة كاملة عن كيرشوف، وهو أيضا أنا طولت بكل هذا الوقت ووضحت به باعتبار أنا جاي أشرح إلى كورس أساسيات، فحبيت أكون يعني أأكد على المعلومة. أتمنى تكونوا استفادتوا، وراح تستمر السلسلة إلى إن شاء الله أنه تكون هذا الكورس وافي كأساسيات بهذا العلم. انتظرونا إن شاء الله، راح تكون المحاضرة القادمة عن إيجاد الدائرة المكافئة وأيضا تحويل من دلتا إلى ستار والعكس. أتمنى لكم كل التوفيق.